السلام عليكم، أهلا بكم جمهورنا الأعزاء في حلقة جديدة من ساعة مع نورهان. ساعة مع نورهان برنامج الأسرة كلها، زي ما قلنا حاجات كتير في حياتنا عايزين نعرف الصح والغلط فيها إيه، عن ثقافتنا وطريقة إدارة حياتنا، عن علاقتنا بربنا وإزاي نستثمرها صح في الدنيا والآخرة. برنامج ساعة مع نورهان صديق الأسرة، للأسرة كلها صغير وكبير، للأم والأب. دايما بنقدم فقرات ساعة مع نورهان لاحتياجات الأسرة ومنهم وليهم. بنقسم برنامجنا كل مرة لثلاث فقرات. الفقرة الأولى هي اسأل إرشاد. اسأل إرشاد زي ما قلنا إرشاد.net، إرشاد منصة إلكترونية لرعاية الأسرة والاهتمام باحتياجات الأسرة ومشاكلها النفسية ومشاكلها الاجتماعية، وإزاي الأسرة تعرف هي عايزة إيه وإيه المشاكل اللي عندها، ولا مفيش مشاكل أساسا ومحتاجين شوية توجيه. إرشاد اسأل إرشاد معاك 24 ساعة بمتخصصين واستشاريين في كل المجالات اللي تخص الأسرة، سواء استشارات زوجية، سواء حياة اجتماعية، سواء حاجات تخص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ما قبل الزواج، ما بعد الزواج، أبنائنا، أزمة منتصف العمر، الجد والجدة لما يبقاش ليهم رفيق. اسأل إرشاد معاك دايما علشان تعرف انت عايز ايه او مشكلتك موجودة ولا مش موجودة. والنهاردة في اسأل إرشاد هنناقش التواصل الإيجابي للأسرة وبين أفراد الأسرة، الأم والأب والأبناء، وإزاي ده بيأثر على مجتمعنا وبيأثر علينا بالإيجاب أو السلب. الحاجة التانية هنناقش معاكم فقرتنا التانية، وهي معلومة جديدة. معلومة جديدة دايما قلنا للطموحين والمتطلعين انهم يغيروا من حياتهم ويغيروا من مستقبلهم، والناس اللي عايزة يبقى لها بصمة جديدة في الحياة وانها ما تعديش وتمر مر الكرام ويبقى ليها اثر في الدنيا. النهاردة معلومة جديدة بنتكلم عن المشاريع وعن ريادة الاعمال زي ما تعودنا، بس النهاردة هنناقش ازاي تبتدي تحلل بقى علشان تعمل مشروعك انت. احنا كنا بنتكلم زي ما قلنا بصفة عامة، وابتدينا من حلقتين نتكلم بصفة خاصة، بس الفترة دي من منطقتنا هنتكلم في المشاريع الصغيرة اللي هي نقدر نعملها بإيرادات معقولة، بمصروفات معقولة، بإمكانيات معقولة. وعملنا لكم التست في الحلقتين اللي فاتوا ازاي انت تقيس او تفكر تعمل مشروع من حياتك اللي حواليك وتبقى انت مشروعك. المشاريع دي متوسطة التكاليف، مصاريفها صغيرة، إمكانياتها قليلة مش كتيرة، يقدر شخص أو مجموعة بسيطة ما عندهمش إمكانيات كتيرة يبتدوها. ابتدينا معاكم بطرق حل المشكلات الحلقتين اللي فاتوا، والنهاردة هنبتدي في التحليل بتاع الدنيا دي عشان نعرف إيه المشروع اللي هنعمله. الفقرة الثالثة بتاعتنا وهي لحظات في معية الله، وزي ما قلنا لحظات في معية الله دي الفقرة اللي احنا بنطبطب فيها على نفسنا، بنطبطب فيها على اللي حوالينا. بنعرف معاكم ازاي نتواصل مع ربنا صح، ازاي نستثمر علاقتنا بربنا صح. هنعرض عليكم حاجات بسيطه ومش هنطول عليكم، بس دايما لازم يكون معانا فقره الطبطبه وفقره في معيه الله. لحظات نطلع نشوف فيديو ونرجع نبتدي فقرتنا الاولى. بتواجه مشاكل في بيتك او حاسس انك مش عارف تتعامل مع عيلتك، يبقى انت في الغالب محتاج تزور اخصائي ارشاد اسري. أخصائي الإرشاد الأسري هيقدر يساعدك أنت وعيلتك في حل كتير من مشاكلكم، مشاكل التواصل ما بين العيلة، الخلافات ما بين الزوجين، تربية الأبناء، مشاكل العنف في البيت، الأمراض النفسية، وأي أزمة ممكن أي عيلة تواجهها. ما تترددش وزور أخصائي إرشاد أسري وخلي عيلتك تعيش بسعادة وصحة وبيتك كله مليان حب وتفاهم. زي ما قلنا النهاردة نتكلم في فقرة اسأل إرشاد عن التواصل الإيجابي في الأسرة، ولازم نكون واضحين وصراحة في الموضوع ده كويس جدا. عايزين نبتدي صح. ياريت تبقوا معانا على التليفونات وتتواصلوا معانا وتقولوا لنا لو عندكم رأي في الموضوع ده وهل هو صح ولا ايه رأيكم، وفي نفس الوقت لو عندكم مشاكل نقدر نحلها سوا مع بعض بالتواصل. التواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة هو أهم حاجة في المجتمع، لأن هو بيبني أسرة سعيدة، أسرة متكاملة، أسرة بتعرف ايه الصح والغلط، فبالتالي بتعرف تربي ولادها.
عايزين نعمل مقارنة بسيطة وهي بعيدة عن الاعتبار في كل ده. يعني لما بيجي الزوج والزوجة يتجوزوا وهم بيكونوا بيتهم أو بيكونوا الحياة الاقتصادية ببيتهم، بيفكروا في كل صغيرة وكبيرة، في كل ركن عندهم في البيت، ده يتعمل ازاي، ده لونه ايه، ده يتحط فين وعشان ايه. يعني الحاجة اللي بتتحط في البيت اللي هي جماد، احنا بنفكر نحطها ازاي، ومتناسقة ولا مش متناسقة، وهنستفيد بيها ازاي، وهنستفيد بيها ليه، وليه نعمل ده كله، وندفع فيها كام، ومردود الدفع ده. طب هل فكرتوا في نفس الوقت ان احنا نقعد مع بعضنا وننظم ازاي بعد ما تتجوزوا، انتوا هتتعاملوا ازاي، هتمارسوا حياتكم ازاي، هتربوا ولادكم ازاي؟ ده اهم كتير من ان احنا نفكر ان انا الركن ده عاجبني، الحته دي عجباني، القرش ده معرفش ايه، اللون ده مناسب ولا مش مناسب. ده كله جزء من اجزاء الحياه، ما يتعداش 10-5% من المفروض هو هيكون بيه حياتنا. لكن الاهم من ده كله، احنا هنتعامل ازاي مع بعض، احنا هنصنع حياتنا ازاي، احنا هنربي ولادنا ازاي، ايه رؤيتنا، ايه هدفنا، ايه احلامنا. الامور دي كلها لما بتتوافق مع بعضها بتاثر وقت كتير جدا من ان احنا يبقى عندنا خلافات. عايزين نقول ان الجواز مش شخصين بيبقوا شخص، ما حصلش الكلام ده، ومفيش حاجه في الدنيا ممكن تكون بالطريقه دي. حتى الام والاب نفسهم ما يقدروش يصنعوا طفل او حد من ولادهم زيهم كوبي. فاللي بيحصل ان احنا بيبقى شخصين بيعيشوا حياه متكامله، متكامله دي ابسط الحلول ليها انها كل واحد بيكمل التاني. ممكن يكون واحد عصبي، واحد متفاهم، ممكن يكون واحد بيحب حاجه معينه التاني يعني. فالمفروض ان احنا نبتدي نتقبل هذه الحياه، نتقبل الاخر كما هو، نتقبل اختلافه معانا، لان هو شخص واحنا شخص. انا عجبني شريك حياتي، هو عجبها، هي عجبها شريك حياتها، فاللي بيحصل ايه، ان احنا عجبنا زي ما هو كده. ما اقدرش ابتدي ادوس على المشاكل اللي عنده او السلبيات اللي عنده واقول لا ما بقاش، لا ما بستحملش، لا. لكن لما نيجي نبتدي ان احنا نتفق ان احنا نعمل علاقة أسرية إيجابية مع بعضنا ونراعي بعضنا الآخر، الأمور بتبقى مختلفة تماما. ليه بتبقى مختلفة تماما؟ لأن احنا أكيد لما نتفق ازاي هنعمل علاقة أسرية إيجابية ونعمل اتصال فعال بينا وبين بعض، بنتفق ان احنا ازاي نعيش صح، ازاي نعيش صح. فكده بنقول لوعدنا لو سمحت راعي كذا، لو سمحت راعي كذا، بدون ما كل واحد فينا يدوس على حرية الآخر. الاتصال الفعال بين الأسرة أول نقطة في نجاح العلاقة الزوجية. أهم حاجة إن هو يكون اتصال فعال، بس يكون إيجابي مش سلبي. بمعنى إيه؟ إن احنا نقعد مع بعض ونشوف هنتواصل إزاي، التواصل من خلال الاتصال اللفظي هيبقى ازاي، نحترم بعضنا، ما نتعداش على حرية بعض، ما حدش فينا يعني زي ما بيقولوا كده يعني يقول للتاني كلمة تهينه أو عدم تقدير. نبقى متفقين على حاجة زي كده، نتفق عليها بصح وبجدية وواقعية، أنا بحترمك يبقى أنت تحترمي، تحترمني. في وقت ما لما يحصل إن حد فينا يتعدى حاجة زي كده، يبقى مش هنعتبرها النهاية، لكن ممكن نعتبرها البداية لتصحيح. بمعنى ان احنا بنتفق مع بعض على طريقه التعامل وطريقه الاحترام وطريقه التقدير. لما يجي في حد فينا حد يتجاوز الموضوع ده، سواء قاصد ولا مش قاصد، دي النقطه المهمه، ازاي نتجاوز هذه الخطوه. مش ان احنا نزعل وان احنا نتقمص وان احنا نعدي مع بعضنا وكل واحد يقعد مع نفسه ويقول ازاي عمل كده وازاي عملت كده، ما خدتش بالها. ليه ما نتفقش من الاول ان احنا لما يحصل حاجه او مشكله معانا او في تجاوز ما اتفقناش عليه في حياتنا، ان احنا نبتدي بقى لو سمحت ممكن نتكلم شويه بمنتهى الثقه والشفافيه، ونقول لبعضنا على الحاجه اللي ضايقتنا. بمعنى ان انت تجاوزت معايا في شيء معين، ما اتفقناش على كده، هي مش حسبه ولا محكمه، هو بس ان احنا ايه اللي حصل جديد وايه اللي جد بينا علشان ما تحترمنيش، ايه اللي جد عشان ما تقدرنيش. الكلام ده ينطبق على الست وعلى الراجل. بمعنى ان الاحترام والتقدير لازم يكون متبادل، وزي ما قلنا احنا لو حطينا خطوط مع بعضنا من الاول واتفقنا هنتعامل ازاي، بناخد بالنا لو حصل تجاوز لهذه الخطوط. فلما بنقعد مع بعض ونبتدي نتناقش في اول مشكله ما حصلت، بنبص نلاقي حلها سهل جدا وبسيط جدا. ليه؟ جايز تكون ناتجه عن شيء عارض اللي هو بيحصل، حاجه حصلت النهارده ضايقت الحد، شيء في حياته ما ممشيش صح، مشكله في الشغل حصلت، وجايز يكون تراكمات انا عايز الحق بعد قبل التراكمات. ليه؟
لا ليكي مده مش عارفه، مفيش تقدير، ليكي مده مطنشاني، فانا يعني ايه المشكله؟ انا لقيتني بعمل كده، فنروح نرجع نمشي على الخط اللي احنا ابتدينا منه او عملناه لبعض. مشكله التواصل يا جماعه الايجابي بين الاسره دي اخطر مشكله اللي بيحصل فيها. معانا حمزه من القاهره، اهلا وسهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. هو انا كان عندي اخويا مدمن جيم وسوشيال ميديا، حياته كلها مع الجيمز ومع السوشيال ميديا من الصبح لحد بالليل، كل اصحابه من العالم الافتراضي ده. تمام، شكرا ليك، هنجاوبك عليك. يعني هو السؤال ادمان علاقات اكتر، لكن هو متواصل مع اللي احنا بنتكلم عليه بالظبط تماما. هو احنا لما بنقول احنا كأسرة بنتواصل تواصل فعال ايجابي، بيحصل ان احنا ما بنتجهش الاتجاه ده خالص. لو انا كأم او انا كأب، الأم قعدت مع بنتها نص ساعة في اليوم من حياتها، والأب قعد مع ابنه نص ساعة في اليوم من حياته، وجينا قعدنا كلنا كأسرة نص ساعة مع بعض، كل دول على بعض كام؟ بالنسبة لكل فرد فينا ساعة، اليوم فيه كام ساعة؟ فيه 24 ساعة، أكيد فيهم وقت أنت بتتكلم في التليفون، فيهم وقت أنت بتكلم أصحابك، فيهم وقت أنت بتسمع للتلفزيون أو بتتفرج عليه، فيهم وقت أنت بتضيعه على السوشيال ميديا، زي ما الولد ده بالظبط مدمن السوشيال ميديا. اللي بيحصل ان احنا لو حافظنا على تواصلنا كأسرة واتفقنا ان احنا يبقى لنا وقت مقدس لينا كأسرة نتعامل فيه ونقعد مع بعض فيه، مش هيحصل ان حد من افراد الأسرة يوصل لوقت ان هو يبقى مدمن سوشيال. ليه؟ لان هو هيبقى فيه تواصل بينه وبين والده وبين والدته، هيبقوا عارفين الفجوات اللي بتحصل معاه في حياته ومتواصلين معاه اول باول، وعارفين ان هو دخل في مرحله ادمان. قبل ما يدخل لمرحله الادمان، هو انت اللي بتقعد مع ابنك نص ساعه دي في اليوم وعارف ان النص ساعه دي مقدسه وبيحكي معاك كصديق وبيقول لك على مشاكله. اكيد مجرد ان هو متعود انه يقعد مع والده كل يوم او يقعد مع اسرته كل يوم نص ساعه، فاكيد هو بيفضفض بيطلع بيعرفهم اللي حاصل في حياته، بيعرفوا يوجهوه صح، وهو كمان بيسمع من خبراتهم في خلال النص ساعة دي والنقاش الأسري ايه اللي ممكن يحصل معاه وايه اللي ممكن يقابله في حياته من مشاكل ويقدر يحلها. بيتجه ليهم هم قبل ما يتجه لاصحابه او يتجه للسوشيال ميديا. ليه احنا بنبص للسوشيال ميديا زي ما بنقوله بنوصل لحالة اسمها حياة البيت المفرغ؟ البيت المفرغ ده اللي بيت عبارة عن أربع حيطان مليان ناس، بس كل واحد في أوضته، كل واحد في دماغه، كل واحد في كيانه، كل واحد ماشي في سكته ومحدش يعرف عنه حاجة. ليه؟ اللي وصل الدنيا للطريقة دي هي الأم والأب، الأم والأب اللي هما حياتنا أكل وشرب، وأنا عملت اللي عليا، الوالد أنا بشتغل وبجيب الفلوس للبيت يبقى عشان تعملوا اللي أنتوا عايزينه، الأم أنا بطبخ وبنظف وبودي المدرسة وبذاكر للولاد يبقى كده تمام. اطار الحياه بتاعهم بيبقى الموضوع ده، ما بيحصلش بينهم ان احنا نقعد النص ساعه اللي بنقول عليها، ومش كتيره ابدا على حياتك ولا حياتك اللي انت بتعيشوا طول عمركم وتكرسوا حياتكم. عايزين نتجوز، عايزين نعمل، عايزين وعايزين وعايزين، بنلاقي الولد او الشاب بيبقى بعد ما يخلص واهله بيساعدوه كمان بيعمل تحويشه عمره في البيت، بيحلم بجنه الله على الارض، الست بتحلم بمطبخها باوضه نومها مش عارفه الانتريه والصالون، وده كله الاحلام دي كلها مش بنروح نترجمها الفعل، فبيحصل عندنا التجاوز اللي احنا وصلنا له اللي هو في النهايه ابن مدمن سوشيال ميديا. ليه؟ لان هو ما لقاش اللي يبعده عن الادمان ده، لان هو ما لقاش حياه اسريه فيها تواصل فعال. هو لو بيتواصل كل يوم بيرجع من مدرسته وبيرجع من جامعته وبيرجع من بره بيقعد يحكي مع والدته ومع والده ايه اللي بيحصل، او حتى اللي بيحصل مع اصحابه. مش بنقول ان احنا بنوصل اخبار بعض، بس هي الخبرات المكتسبه اللي بيعرفها في الحياه، وبيسمع من والده طريقه ايجابيه للتعامل مع حاجه. في حاجه مهمه جدا دايما بتحصل مع الاولاد ومع الاباء، ان هم يعني زي ما بيبقوا هم في سن صغير، بتلاقي الاب والام بيسمعوا الولاد بيتكلموا بطريقه معينه، وفي نفس الوقت هم المفروض يتعاملوا معاهم على نفس المنوال ده، بس بيتكلموا على نفس الموضوع بطريقتهم وبفكرهم هم، فده بينعكس بانعكاس الموضوع. انا بتكلم بسني وحالي، ووالدي ووالدتي بينقولوا لي الخبره دي بسنهم وحالهم. لو ما فيش تواصل فعال، معانا رحمه من سوهاج، اهلا رحمه، اتفضلي.
اهلا وسهلا. ايوه كنت السلام عليكم، سامعني حضرتك كويس؟ ايوه معاك اتفضلي. كنت عايز اعرف ازاي اعرف اتواصل بين ازاي التواصل يكون بين الزوج والزوجه كويس ويوصلوا في المشاكل بتاعتهم لحل كويس. تمام، شكرا ليك، هنجاوبك ان شاء الله. يا جماعة في أمور قلنا مهمة جدا في حياتنا ومهمة جدا في التواصل بيننا، زي ما بنقول التواصل فعال. احنا دلوقتي التواصل ده معناها ايه؟ معناها الاتصال، معناها ان في يعني علاقة بتربط بين اتنين. الاتصال ده لفظي، الاتصال ده عن طريق الإيميلات، طريق الأفعال. في حاجة مهمة بقى من أول ما زي ما قلنا نبتدي كده في حياتنا، زي ما قلنا نقعد ونحدد احنا هنتعامل مع بعض ازاي، أهدافنا كأسرة، احنا عايزين نعمل ايه، احنا عايزين نربي ولادنا ازاي، عايزين نخلف كام طفل، هنعيش ازاي، حياتنا الوظيفية هتبقى ازاي، عايزين نوصل ايه في حياتنا الوظيفية، المستوى الاجتماعي اللي احنا عايزين نوصله ازاي، هننفذ الكلام ده. لو زي ما الاخت قالت، لو احنا عملنا الكلام ده بان احنا اتفقنا من الاول وقعدنا وحددنا ازاي نعمل هدفنا، ازاي نحقق هدفنا دي، ايه الاهداف اللي احنا عايزينها كأسرة وايه اللي احنا محتاجينه، هيحصل اول لينك من الاتصال او التواصل بيننا وبين بعض. فيحصل ان احنا واحنا ماشيين في السكه دي هيبقى هدفنا احنا الاثنين واحد، احنا الاثنين عايزين نخلف كام طفل، احنا الاثنين عايزين نربيهم ازاي، احنا الاثنين عايزين الولاد دول لما يكبروا يبقوا ايه، احنا الاثنين عايزين نعيش حياتنا ازاي، عايزين المستوى الاجتماعي بتاعنا يبقى ازاي، عايزين نوصل في وظايفنا نرتقي لانهي مستوى. فلما يبقى احنا الاثنين، احنا ما بنقولش ان احنا كوبي، احنا بنقول ان احنا اتفقنا على مسيرة حياة مشتركة بيننا وبين بعض، تواصل ايجابي عشان تبقى اسرة سعيدة واستدامة الاسرة دي. فلما احنا الاتنين بنحط الحاجات دي والخطوط الحمراء دي مع بعض والخطوط الخضراء، وده ينفع وده ما ينفعش، وده يتغير وده ما يتغيرش، وده لازم يمشي كده، والبنت تتربى بالطريقة دي والولد يتربى بالطريقة دي، ولادنا لازم يبقى فيه مشاركة بيننا وبينهم، ولازم يبقوا نبقى عارفين كل حاجة عن حياتهم. فلما بيحصل يا اخت زي ما سألتي ان بيحصل تجاوز ما في لحظة ما زي ما قلنا، احنا بنبقى واخدين بالنا ان في حد فينا انحرف عن هذا الطريق، بالتالي زي ما احنا اتفقنا من الاول ان احنا لو حصل انحراف عن هذا الطريق ازاي نتواصل مع بعض، ازاي اقول لشريك حياتي، اقول لشريكة حياتي هو احنا ما كناش متفقين على كده، هو انت ايه اللي غيرك، هو انت ايه اللي غيرك، هو احنا غيرنا طريقة حياتنا. احنا لو مستمرين على الدنيا دي هتبص تلاقي بسرعة كده اول ما يحصل انحراف هنراجع كل واحد فينا الاخر، وكل واحد يراجع خطته وايه اللي حصل، طب انا عملت كده ليه، لو انا عندي سبب مقنع هقول للطرف الاخر، فاقول له والله انا حصل واحد اتنين تلاتة فاللي حصل ان انا غيرت، طب ماشي لو في مشكلة هنحلها، لو احنا غيرنا اتجاهنا من غير ما ناخد بالنا نقول لا ستوب، احنا لازم نصلح مسارنا وزي ما اتفقنا نمشي، احنا مش بنقول انها يعني خطوط مستقيمة لازم نمشي فيها، بس بنقول ان احنا في حاجات استشهادية لما احنا بنحطها في حياتنا وبنقول ان احنا مشينا في الكلام ده وهنمشي بالطريقة ازاي، فبالتالي بنحس بالانحراف في وقت الانحراف في الاسرة. لما احنا تبقى حياتنا سوية، يبقى شركة الحياة عارفين ان انا لو حصل انحراف اتكلم، لو كذا اتكلم، لو انا جعلت وقت في يومي لأسرتي زي ما بكلم اصدقائي بالساعات على التليفون، لو انا جعلت وقت لأسرتي في حياتي مقدس زي ما انا بتفرج على التلفزيون بالساعات ومسلسل يجر مسلسل وفيلم يجر فيلم، وزي ما انا من الاول كده معلش انا مش هشرب سجاير عشان اربي ولادي على الصح، انا هعرف اربيهم اعامل امي وابويا بطريقة معينة عشان هم يتعلموا لما يكبروا زي ما قالوا لنا اهالينا كله سلف ودين، فبالتالي انا بيحصل عندي تواصل صح بيخلي ولادي يتعلموا مني صح، ما يخافونيش ما يهابونيش، يبقى عندهم قوة، عندهم ثقة بنفسهم، عارفين ان امهم وابوهم لما تناقشوا معاهم هم بيربوهم انا بربيك كذا عشان كده وبربيك كذا عشان كده، ده مش معناه ان الطفل يطلع ضعيف، بالعكس جدا الطفل يطلع قوي الشخصية، يطلع عنده قدرة على التفكير، قدرة على الابداع، يطلع عنده قدرة على اتخاذ القرارات. ليه؟ لان هو حط نفسه شايف امه بتتكلم ازاي وابوه بيتكلم ازاي، وهم لما بيقرروا حاجة في حياتهم بيجمعوا الاسرة النص ساعة دي وبيقولوا احنا عايزين نعمل كذا، تنفع ولا ما تنفعش، مناسب ولا مش مناسب، صح ولا غلط. طريقة النقاش اللي بين الام والاب دي واشراك الاولاد فيها ده بيأهلهم ان هم يبقوا ناس اسوياء، يبقوا ناس يعرفوا يقودوا نفسهم في المستقبل ويعرفوا يفتحوا بيت ويعرفوا يبقوا ناس
اصحاب مجتمع بقى، هنقول مجتمع اللي هو نتمناه. ليه؟ لان انا فهمت ازاي الاسره بتتناقش، ازاي بتحترم بعضها، ازاي بتتواصل. حصل انحراف، يا ابني في ايه؟ انا حسيت ان ابني سلوكه اتغير، فبتكلم معاه بقول له ايه اللي جرى؟ انت النهارده ما حكيتش معايا، ما قلتليش حاجه، وما كانش في حاجه في يومك. هو انا بعرفه ان انا كأم او كأب انا مش باخد منك سيستم حياتك، وانا بشاركك، انا بشاركك، انا موجود، انا معاك، انا بسندك. لو اي مشكله حصلت خليك فاكر ان انا في ظهرك، ان انا معاك موجود، انا بره انا جوه، راجع لك، راجع لك، علشان انا الاب وانا السند وانا الام وانا الحنان والطبطبه لغايه ما توصلوا للسن اللي يبقى فيه راجل وتبقى فيه ست ويبقوا هم مسؤولين عن حياتهم. ساعتها هم بيكرروا نفس الحكايه، بس بيكرروها للافضل. ليه بقى؟ لان انا المفروض ان المجتمع للافضل ثم للافضل، ان دايما ولادنا، يعني سيدنا علي كان بيقول ربه ابنائكم لجيل غير جيلكم. بمعنى انا دلوقتي عندي حاجات متاحه، زمان ما كانش عندنا حاجات متاحه. من 90% من المتاح ده اللي حصل ان انا دلوقتي عندي حاجات متاحه كتيره جدا، استفيد منها ولا ما استفدش منها؟ احنا مدمره حياتنا دلوقتي السوشيال ميديا، مع ان السوشيال ميديا هي الانفتاح كله، هي اللي بتقدم لنا الاقتصاد والعلم والمعرفه وكل حاجه. طيب احنا ليه مجتمعنا احنا بالذات ركز على 5% بتاعه التسليه، وان انا امسك السوشيال ميديا واقعد مع اولادي ادخن وامسك الفيس وابتدي اشوف المجتمع فيه ايه من الهرتله، لكن ما اقعدش مع اولادي بقى واقول انا شفت حاجه النهارده على جوجل فيها شيء جديد، اختراع جديد محترم جدا، او ان انا شفت مثلا مهندس مبتكر ابتكر حاجات معينه جديده جدا تفيد الام وتفيد الاسره. ليه ما ركزش على الايجابيات دي؟ لو انا قعدت مع اولادي النص ساعه دي وابتدينا والله بدون رسميات، انا في بالي سيستم معين انا عملته وربيت ولادي عليه، انا مش هادبهم، مش هنقعد في فصل، لكن واحنا في بالي دايما ان احنا لما نتناقش نتناقش في الايجابيات بلاش السلبيات. لو لقيت ابني انا خد طريق منحى معين، حاسس ان الحاجه دي ممكن في المستقبل، وهي دي فايده الام والاب، ان انا ببص على الحاجه من اولها، بقدر اركز عشان انا ربيت ولادي بطريقه معينه، ان الحاجه دي لو استمرت معايا هتخليني بعد كده في مشكله بيني وبين ابني. لا، اخد بالي من الاول واقول مع نفسي الموضوع ده لو استمر هيعمل مشكله، فابتدي من دلوقتي بطريق غير مباشر امشي مع ابني سكه التصحيح. زي ما بنقول ما ناخدش بالسلبيات، ركزوا على الايجابيات، بس المهم الايجابيات دي نستفيد منها ازاي عشان نطلع باسره متكامله، اسره متماسكه، اسره سعيده. مفيش حاجه بالسهل، لكن كل حاجه بالتدريب، وكل حاجه بيبقى عندك هدف وتخطط صح عشان توصل لهدفك. في النهايه بتتعب اول حياتك عشان تعمل اسره سعيده، خلينا دايما نتعب شويه بشويه عشان نوصل لاسره اسعد. شكرا لكم في فقرتنا دي، وفاصل ونروح لفقرتنا الثانيه. ورجعنا لكم فقرتنا التانية، معلومة جديدة. معلوماتنا الجديدة برضو دايما مستمرين لغاية دلوقتي عن ريادة الأعمال، وعن إزاي أنت تصنع لنفسك مكان في المستقبل، وإنك أنت تكون حد مختلف، وإنك أنت تكون حد متميز، وإنك أنت تكون حد ذو أثر. إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في بداية مرحلتنا دي علشان المشاريع الصغيرة اللي هي بنقول على قد الإيد، وشفنا ازاي نحل المشكله وازاي نحلل ان في مشكله اساسا عشان نوصل لمشروع مناسب لينا. اتكلمنا في العام وطلقنا لكم الاعلان ان انتوا تشاركونا، وكل واحد فيكم يقول لنا ايه المشاريع اللي بباله، ايه اللي هو عايز يعمله. واول مرحله هتكون معانا هي ازاي ان انت تحلل المجتمع اللي حواليك وتشوف المشاريع المناسبه ليك في الجو ده. احنا زي ما قلنا المشروعات بتاعه الفتره دي هي مشروعات الصغيره اللي على قد الايد، على قد ايدي وعلى قد ايد اللي حواليا، مش محتاج اخد قروض، مش محتاج ان انا ادور على مستثمر عشان ابتدي. وسيبنا لكم ترسلونا في رسائلكم ايه المناسب ليكم وايه اللي مناسب لمجتمعكم، وتحللوا ايه الموضوع اللي ممكن يكون مناسب ليكم. طبعا على المستوى العام قلنا ان لازم المشروع يكون مناسب لامكانياتك، مناسب لمهاراتك، مناسب لقدرتك، مناسب لمصروفاتك. في ناس كتير بعتت لنا في كل المجالات عن حاجات مناسبه ليها. طبعا الشباب بعتوا لنا حاجات مناسبه للشباب، والفتيات بعتوا لنا حاجات مناسبه للفتيات. احنا هنقول لكم على بعض المشاريع اللي قالوها لنا الشباب علشان حاجتين. اول حاجه انتوا كمان تعرفوا ان المشاريع دي هي زي المشاريع اللي حواليكوا لما انتوا عملتوا تصفيه للمجتمع، ولا ده
شيء مختلف، وفي نفس الوقت اذا كانت معانا يبقى خلينا نمشي نفس المسار، اذا كانت مختلفه يبقى بتبتدي تحلل انت المجتمع اللي حواليك وتبتدي تشوف ايه المناسب ليك. في نفس الوقت احنا عشان زي ما قلنا في المرحله بتاعه التعليم دي هناخد مشروعين او وهنعمل عليهم تحليل وهنبتدي نصفي بقى بالارقام ونشوف المناسب ونعمل مع بعض شيء زي دراسه جدوى صغيره نبتدي نشتغل عليها. الاول هنشوف تصفيه للمجتمع اللي حوالينا وايه الشباب وصلوا معانا لفين ونقول ايه المشاريع. بالنسبه للمشروعات اللي هي اكثر شعبيه والمناسبه للشباب، الشباب بعتوا لنا على مغسله سيارات، بعتوا لنا محل عطاره، بعتوا لنا مصنع شنط بلاستيك، محل اعلاف، تربيه دواجن، تصنيع الحلويات. ده بالنسبه لوجهه نظر الشباب، شايفين ان هم يقدروا يعملوا الشغلانه دي، والشغلانه دي ممكن تكون مفيده للمجتمع اللي حواليهم وتكون مناسبه ليهم ومناسبه للامكانيات. ليه؟ لان مثلا اقدر افتح محل في الشارع اللي انا فيه، الاقي ناس خدمه زي ما حللنا قبل كده محتاجين الموضوع ده كويس جدا، انا عندي مهاره وامكانيات سواء في مصروفات او سواء علم يقضيني ان انا اعمل الشغلانه دي. في الحاجات بقى اللي بعتوها لنا البنات، الهاند ميد طبعا مكتسح تماما، كروشيه وتريكو، صناعه الاكسسوارات والحلي، وطبعا ده الفتره دي معدي لان احنا عارفين الحاجات دي غاليه ازاي، وفي نفس الوقت اللي بتعرف تعلم نفسها والنت مفتوح زي ما قلنا والورش اللي بتتعمل في التدريبات والكلام ده كتير جدا. فصناعه الاكسسوارات والحلي ده يعني تماما شيء ناجح. انتاج حافظه الطعام، حاجه من الحاجات اللي البنات بيعملوها زي ما بيعملوا كده فانوس رمضان، زي ما بيعملوا الحاجات الهدايا الصغيره والميداليات والكلام ده، فدي حلوه جدا. الشموع المنزليه يعني حرفه محتاجه تدريب قليل ومحتاجه حب للصنعه بس يعني المفروض ان الحد يبقى متبرز جدا، لان احنا زي ما عارفين احنا بننافس السوق العالمي، احنا كده في القريه الصغيره، فاي منتج بنعمله هاند ميد بايدينا فلازم يكون الفينش بتاعه صح، التدريب بتاعنا صح، نكون بنعرف نعمل حاجه تلمس قلب الحد قبل ما تلمس محفظته، لان زي الاكل بالظبط والله، حتى الحاجات اللي بنشتريها ان ما عجبتنيش شكلها ما بشتريهاش، بالظبط زي ما باكل ان ما عجبنيش شكل الاكل ما بعرفش اكل، فنفس الحكايه لازم نكون متدربين صح، عندنا مهاره جيده وعندنا قدره على ان احنا نعمل شغل كويس جدا. تصميم تيشرتات هاند ميد، وانتوا عارفين الموضوع ده بقى تبع الموضوع المكان الموجود فيه، يعني شباب بيكسبوا منه كويس جدا لو عندهم القدره على الاستمرار او عندهم بيعرفوا طبعا يصمموا، ممكن يبقى حد شاطر في البيع وشاطر في مش عارفه ايه ويجي حد بيصمم يبقى هو شاطر في التصميم والاثنين يتحدوا مع بعض، ده يصمم وده يبيع ويسوق والكلام ده كله. زي ما قلنا لانها مشروعات من 1 لـ5، دي تعرف المشروعات الصغيرة عندنا ان من 1 لـ5 أفراد. في حاجات تانية كمان، التغليف والتعبئة اللي هي بتبقى بتاعة الحاجات البسيطة زي اللي هو الملح والكمون والكلام ده كله، ممكن يحتاج مكنة صغيرة ما تعديش 5000 جنيه، 10000 جنيه في الوقت اللي احنا فيه، كياس صغيرة جدا بتتباع بالسهل جدا، ممكن نتعامل مع السوبر ماركت اللي حوالينا في المنطقة، وممكن تغليف مش لازم يكون الحاجات الكبيرة اللي بتبقى بمئات الألوف والكلام ده، بس زي ما بنقول لازم بقى عندنا قدرة على المثابرة ورؤية جيدة. في وصفات خفيفة في الأطعمة والنصف مجهزة، طبعا موضوع الأطعمة النصف مجهزة زمان من 10 سنين كان اللي بيشتغل فيه بيحارب، ليه؟ لانه كان بيحاول يقنع الناس بنفسه وقدرته، واللي بتشتغل في المجال ده بتحاول تقول يا جماعه انا بوفر لكم وقت وبوفر لكم جهد وانا نظيفه وانا عندي قدره على تصنيع الاصناف. لا دلوقتي بقى العكس تماما، بقت السيدات العاملات، بقت الرجاله اللي هم عايشين لوحدهم، بقت الاسر اللي وصلت لمرحله ان ما عندهاش وقت بتاخد كل التخزين بتاع بيتها او في ثلاجتها من السيدات او الرجال. علمكم بيبقى دلوقتي المشروع ده انا شفته جيد جدا من اول شخص لغايه كذا شخص، يعني في ناس بتبقى هي بتشتغل معاها، ناس قلبت بيتها مصنع، مطبخها مصنع، في حد دليفري بيودي، في حد بيجيب الاغلفه، في حد بيعبي، فما وقفتش على حد. دلوقتي موضوع تصنيع الاجهزه النصف مجهزه، تصنيع الاطعمه النصف مجهزه يعني عدى بقى هو المطلوب في السوق، بس اهم حاجه الجوده. معلش يا ريس، الشيف هو اللي بيحكم. بمعنى ايه؟ انا بعمل شغل لاول مره، الاكل لاول مره، انا عملت
وعديت نفسي كويس ونفسي زي ما بيقولوا حلو والاكل كويس جدا ممتاز، فاللي بيحصل ان انا بعمل لنفسي سوق حلو. الاستمرار في الجوده، الجوده الممتازه، العطاء الممتاز، ده بيخلي ليا سوق، لاني انا اشتريت منك مره او اشتريت منك مره ولقيت الحاجه مش عجباني خلص كده، رأيتها عجباني هحطها بجدول حياتي. وزي ما نقول مفيش بيت دلوقتي حتى لو هو مش محتاج اطعمه نصف مجهزه الا بيحتاج في يوم من الايام ان هو ياخد الموضوع ده. كمان عندنا المشروعات التكنولوجيه، برضو المشروعات التكنولوجيه فيها اللي على قد الايد، ان انا اتعلم الجرافيك، ان انا اتعلم ازاي اعمل ديزاين، ان انا اكتب على الكمبيوتر زي ما خدنا تحليل لمشروع صغير الفتره اللي فاتت. الحاجات دي كلها على قد الايد، ان انا اعرف اصور مفيش اسهل من كده، الموبايل في ايدي وانا عندي قدره على التخيل وعندي قدره على الابداع، والاي اي ما خلاش خلانا ايه، الاي اي خلانا ان احنا برامج كتير نازلنا بقدر ان انا اصور وفلتر واعمل حاجه بطريقه كويسه واشيل اعمل مونتاج محترم. اللي هو كان زمان المونتاج ده بياخد بقى يعني عايز كاميرا ب20,000 ب30 ب40 وحاجات اكتر من كده بكتير، لكن انا التكنولوجيا دلوقتي خلت في ايدينا حاجات كتير، فان انا اعمل مشروع ديزاين، مشروع فوتوغرافيك، مشروع ان انا اعمل فيديوهات، الكلام ده كله محتاج ايه اكتر من انت عندك موبايل؟ مفيش حد ما عندوش موبايل دلوقتي. وعلم نفسي، لان انا عندي موهبه، لان انا عندي مهاره، لان انا عندي ذكاء، عندي قدره على التقاط هذا المجال. عايزه اقول ان المشاريع اللي جات لنا دي يعني كتير جدا ما شاء الله، ما كنتش متخيله ان هيبقى في تجاوب بالطريقه دي، وان الشباب هم نفسهم هيبتدوا يقولوا لنا عن المشاريع اللي هم شايفينها في مستقبلهم وحواليهم. هم المفروض ان هم حللوا للمجتمع اللي حواليهم المشاريع اللي حواليهم وهي تناسب مقدرتهم وتناسب امكانياتهم وتناسب مهاراتهم، والمفروض نحلل كل واحد بيحلل المنطقه او قدرته او المكان اللي هو عايش فيه يقدر يشتغل فيه عليه. احنا اتكلمنا دلوقتي على كذا انواع من المشاريع، المشاريع الصغيره عموما، على المشاريع الهاند ميد، على المشاريع التكنولوجيه، ف يعني ظبطت عليكم بقى ايه؟ عليكم من المشاريع اللي اتقالت دي كلها، كل واحد اذا ما كانش عنده مشروع في دماغه يبتدي ينقي له مشروع او مشروعين عشان نعمل دراستهم مع بعضنا سوا، عشان هو يشوف لو انت عندك استعداد او عندك استعداد وعندكم نفس طويل وعايزين تعملوا مشروعكم وعايزين تبقوا انتوا مشروعكم، احنا معاكم. هنبتدي نحلل حته حته مع بعضنا ونشوف المشروع بيتعمل ازاي، زي ما قلنا هنبتدي في الدنيا دي شكلها ازاي علشان نكمل مع بعض. المرة الجاية هنقول ايه اللي انت يأيدك ان انت تعمل المشروع ده، هتشوف ايه الحاجات او ايه المراحل اللي هتخليك انت وانت بتدير مشروع هتقول انا محتاج لكذا عشان ادير، محتاج لكذا عشان ادير. ايه بقى الحاجات اللي هتحفزك على ان انت تعمل مشروع لوحدك او ان انت تبقى صاحب مشروعك؟ عندنا شوية نقاط المفروض هنتكلم فيها بسرعة لان اتكلمنا فيها كتير بالتفصيل في الحاجات اللي قبل كده، عشان نبتدي نتكلم في الاهم. اختيار عمل تحبه، يعني انت بتعمل مشروع لوحدك لان انت في حاجة انت حاببها وعايز تعملها، انت حابب تمشي في المجال ده، حابب تكمل فيه. الحاجة التانية تختار من ترغب في العمل معه. احنا قلنا المشاريع الصغيرة في بلادنا من 1 لـ5، يعني انت بتحب تشتغل مع اخوك، واحد صاحبك بيكملك، ده بيعرف في الديزاين وده بيعرف في التسويق، ده بيعرف في الاكل وده بيعرف ان هو يبيع. الكلام ده كله انت اللي بنختار بعدنا، انت بتختار حد بتحبه انت اللي تشتغل معاه، مش هتعمل اعلان وتجيب ناس مش عارفه ايه والكلام ده كله لا. مدير لنفسك، لان انت لما تبقى صاحب مشروعك بتبقى انت المدير. في حد بيحب الاستقلال، بيحب ان هو ما يحبش يبقى حد مدير عليه، وهو عايز يعمل مشروع بنفسه وعايز يعمله بفكره برؤيته بحاله، فبالتالي هو بيبقى صاحب مشروعه وبيبقى مدير لنفسه. الحاجه اللي بعد كده، فكره مشروعك ممكن تعمل فرق في الحياه، زي ما قلنا ان فكره مشروع جديد او مشروع ريادي بتتوقف على حاجتين، اما ان انت بتحل مشكله كانت موجوده وملهاش حل وانت او في على الاقل في المنطقه او في المجال اللي انت فيه وانت لقيت لها الحل ده، وبالتالي بتحل المشكله دي للناس اللي حواليك، فبالتالي هم بيستثمروا او بيشتغلوا معاك وبينجحوك، او ان انت بتبتكر فكره جديده والفكره الجديده دي بتحل برضو مشكله ما كانتش موجوده او كانت موجوده بتعمل لنا فرق في المستقبل. عندنا استغلال مهاراتك، لو انت عندك مهارات والمهارات دي المفروض ان انت تكتسب منها او تتكسب منها وتعمل مشروع او تفيد الاخرين. حاجات كتير جدا من ضمنها الحاجات اللي قلناها دي بتخلينا نبقى اصحاب مشاريع او رؤيه جديده. شكرا ليكم، سعدنا بيكم في فقرتنا دي، فاصل ونرجع لكم في الفقره الثالثه.
ورجعنا لكم فقرتنا الثالثة، فقرة في معية الله، فقرة الطبطبة. النهاردة احنا هنتكلم معاكم على فقرة الطبطبة، ومحتاجين منكم ان انتوا تساعدونا، عشان احنا المرة دي محتاجين حد يطبطب معانا علينا، عشان محتاجين بالفعل مساعدة، وهشير لكم ازاي. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي. طبعا شفنا حلاوة المولد، وشفنا معاها اللحمة، وشفنا التوزيع. بنقول ان حلاوة المولد مش هي المؤشر على المولد النبوي، لكن هي بتمثل مغزى، يعني ان الناس لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انا ما بحب حاجة لو ما حبتش ان انا اديها لحد تاني زي، ف يعني هو البر ان انا احب اكل زي ما باكل، اشرب زي ما بشرب، البس البس زي ما بلبس. الشيء ده بيخلينا مختلفين عند ربنا، وبيخلي الدنيا معانا احسن كتير. فاحنا مش لازم الفقير يبقى معاه فلوس عشان يجيب حاجة زي كده، او لازم المتعففين. فبنقول انها جزء من اجزاء الطبطبة، وان احنا بنفتكرهم زي ما بنفتكر ولادنا وبنفتكر بيتنا، ان احنا نجيب حاجة حلوة بسيطة العيال بيحبوها والناس بتحبها، وهي مؤشر في مجتمعنا على المولد النبوي، وبنشارك بعضنا الفرحة دي حتى ولو كانت حاجة بسيطة. فنوع من انواع الطبطبة والمشاركة. المشاركة دي كانت في المولد النبوي الشريف. كل سنة وانتم طيبين، وكل الأسر اللي توزعت عليهم الحلويات دي وتوزعت عليهم الأطعمة ساعدوا بيهم جدا، وبولادهم كمان كان في مدخل المدارس. المرة الجاية إن شاء الله هنقدم لكم فيديو عن فرحة الولاد وفرحة الأهالي بلبس المدارس الجديد، إن احنا يبقى عندنا كذا مناسبة حلوة كده في مدخل في مدخل المدارس، فده حلو جدا. النهاردة عايزين تشاركونا معانا، تشاركونا معاكم رجاء معين. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن مسجد الرضا والنور، او المجمع الخيري رضا والنور، اللي هو يشمل مسجد ويشمل مبنى خدمي هيتحط فيه دار ايتام ودار مسنين ومركز ثقافي اسلامي وطبي وصيدلي. الكلام ده اتكلمنا فيه كتير، واعتقد يعني اللي متابعيننا عارفينه، حسوا ان احنا بنتكلم على طول وبنحاول ننجز. وقلنا لكم احنا وصلنا لفين، احنا من سنة 20 قدمنا طلباتنا وشفنا حالنا، استلمنا من سنة 22 عملنا الرخصة وعملنا التصميمات الهندسية، وبنحاول ان احنا يا ربنا يقدرنا ان شاء الله ونكمل المسيرة دي. اللي معانا واللي مش معانا في المجال الخيري عارفين ان العمل الخيري بيعتمد على العمل على الارض، يعني الناس ما بتشاركش وما بتتبرعش الا لما بتشوف عمل بالفعل سريع على الارض. غير كده احنا من ورا الشاشات والكواليس زي ما بيقولوا بنجتهد ان احنا نحاول نطلع العمل على وش الارض، علشان الناس تعرف ان الموضوع جد وان هو تمام، ويبتدوا يشاركوا معانا ويبتدي المشروع يكبر ويكمل. رجعنا النهارده معاكم، عايزين ترفعوا صوتنا وصوتكم اللي يقدر، واللي يقدر يوصل لوزير الاسكان والمجتمعات العمرانيه والسيده وكيل وزاره المدن وتنميه المدن وتطوير المدن. ليه؟ لان احنا لينا شهرين، ماشي لينا شهرين بنحاول ان احنا نبتدي في الحفر عشان ندخل في مرحله جديده في المبنى ده او في المسجد ده والمدينه دي، في مدينه اسيوط الجديده القطعه رقم 19 مخصصه لمسجد ومبنى خدمي. واللي حاصل ان احنا المطلوب مننا كتامين حفر كجمعيه مبلغ كبير جدا، يعني تقريبا قرب النص مليون جنيه، فاحنا مش قادرين نوفره. قدمنا طلبات على اساس اعفاء دور العباده من مصاريف التامين والكلام ده، فاحنا واتحركنا في كذا جهه وكذا اتجاه عشان ناخد الاعفاء من التامين ده، ومش لاقيين حد بيجاوب علينا او حد بيقول لنا غير المتبع. المتبع ده هو ايه؟ لا عارفين قوانين ولا عارفين قواعد ولا جوابات رايحه وجايه للقاهره ولمدينه اسيوط الجديده في اسيوط، ان احنا محتاجين ان احنا يتم اعفائنا يا سياده الوزير من تامين الحفر بس، علشان نقدر نبتدي ونقدر نطلع للناس، يعني على الاقل نعرفهم ان احنا عندنا جديه والناس تبتدي تتبرع معانا ونبتدي نبني المبنى ده. حضراتكم عارفين ان الجمعيات الخيريه دي بتساهم في المجتمع، هي ما بتتربحش، هي بتاخد بتستثمر زكاه وصدقه الناس دي بان هي تعمل بيها حاجات بتفيد المجتمع وتساند في الناحيه الاقتصاديه وتساند الاسر وتخلي الامور الطب بكتير على الاسر المتعففه. فنرجو اللي يقدر يوصل صوتنا لسياده وزير الاسكان والسيده وكيل اول وزاره ايمان نبيل ان احنا ناخد اعفاء من التامين قطعه رقم 19 في منطقه اسيوط الجديده المفروض المخصصه للمسجد الرضا والنور
مبنى خدمات، يا ريت تساعدونا عشان احنا نفسنا نبتدي، نفسنا نحط يعني فاس في الارض، عايزين نبتدي نحفر، عايزين نعرف الناس ان احنا رحلتنا اللي من سنه 20 واحنا دلوقتي سنه 24، احنا عايزين نعمل حاجه بجد. بس في العمل الخيري انت ما بتقدرش تعمل حاجه من غير ما حد يشاركك، من غير ما حد يحط ايده معاك، لان انت بتعمل العمل وبتسعى عليه وبتوصل الدنيا ببعضها، لكن بتستثمر منين؟ بتجيب فلوس منين؟ بتجيبها من التبرعات، والتبرعات ما بتجيش الا بجديه وبالعمل. بس لما يبقى مبلغ كبير علينا في بدايه مشروع بيبقى شويه صعب، واحنا عايزينكم تسهلوا علينا بس مرحله الصعود، ان احنا يا دوب نبتدي حفر وبعد كده هنقول لكم يعني احنا هنجتهد، والناس اللي هي بعد كده هتبرع هتبتدي تبرع، وان شاء الله ان شاء الله هنثبت جديتنا وربنا هيكرمنا ويوسع في ان احنا نعمل المبنى ده ونكمله ونعمل للمجتمع مدينه فاضله جيدة إن شاء الله بإذن الله تعالى نلتقي بيها في الفردوس الأعلى معا. فاللي يقدر يوصل صوتنا ويقدر يساعدنا في الموضوع ده يا ريت تكرمونا، عشان إحنا على أحر من الجمر إن إحنا نبتدي المشروع ده. أرجو إن أنا ما أكونش دوشتكم، وشكرا ليكم، وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع القادم.